طبعا التيار الساحب يسمونه اللي هو تيار الساحب على اساس انه يسحب المرتادي البحر الى داخل البحر. عاده احنا نعرف ان الامواج تندفع من داخل البحر الى السيفه نعم او الى السواحل هنا نعم. لكن هناك مناطق معينه تكون فيها التقاء تيارات بحريه في جهتين متضادتين، فيوم يتضادون يرد الماء يدخل على داخل. ففي مناطق معينة يميزها يعرفها أهل البحر حتى بالعين المجردة ممكن يلاحظها، يقول هنا في تيار ساحب أو يسمونها هنا باللهجة المحلية السايورة. خطورة مثل ما ذكرت أن هي عكس اتجاه اللي هو طبيعي للأمواج اللي هي اللي عادة تكون من داخل البحر نحو اليابسة، هي تكون بعكسه. وأحيانا إذا كانت التيارات قوية ممكن تكون حتى على أمهر السباحين تكون خطرة، لأنها يعني تكون أقوى من مقدرتهم في اسرع من السباحين في مقاومه هذا التيار. نعم تكون اقوى من مقاومتهم عليه، اقوى من مقاومتهم لهذا التيار وتاخذهم للعمق. نعم طيب دكتور سعادته، يعني هو عرف الظاهره بشكل عام كظاهره بيئيه او انه بمفهوم علمي، بروح شوي مجتمعيا، كيف نحن نقدر نميز مثلا ابنائنا مرتادي البحر مثل ما ذكر سعادته انه قاعد يسبح انه تعب او قاعد يتعرض لخطر التيار مثلا؟ هلا حقيقة الفرق كتير بسيط أو صعب تفرق بين الإرهاق والتعب قبل مرحلة الغرق، لأنه عادة الإرهاق بيحدث المرحلة ما قبل الغرق تماما. فالتفريق بينهم لما بيكون الولد بدأ يخف بنشاطه بحركته، المسافات اللي بيقطعها كل فواصل الراحة صارت أكثر من أول ما نزل على السباحة. هون تمام. الأفضل أنه يتم سحب الطفل من المسبح أو من البحر حتى يأخذ قسط كافي من الراحة ومن السوائل ليتجدد نشاطه، لأنه الموضوع لما بيغرق الولد بيصاحبه حالة من الرعب والخوف والهلع، فبيصير الطفل أو الغريق يتصرف بحركات عنيفة وغير هادفة، فبيبان أنه عم يغرق. ولكن الفاصل بين الإرهاق والغرق أحيانا بيكون شوي بسيط، يعني ما في وقت الواحد يلحق قد لا يميز لأن نفس لغة الجسد بالضبط تعبيريا، لأنه واحد بعيد ما أنك عم تسمع شو عم ينادي. نحن لا نخفف من خطورتها يعني دكتور وسعادة إبراهيم الجروان، إن هي بعد تمشي بسرعة 2.5 متر في الثانية، فهي أسرع من أسرع سباح ممكن يكون، فتتشكل خطورة على الأطفال وحتى السباحين وأمهر السباحين. لكن خلنا نعرف هذه الظاهرة بموقعها، وين تحدث بالضبط اليوم في سواحل الخليج في دول الخليج؟ هل لها مكان معين؟ طبعا هي لها سببين مثل ما ذكرت. السبب الاول التيارات البحريه، منطقه التقاء تيارات بحريه، فهي عند اصطدامها يدخل الماء على داخل. السبب الثاني اللي هو جغرافيه او تضاريسيه الساحل. احيانا الساحل اللي فيه اللي هي تضاريسه مش منتظمه تكون ايضا مصدر لتشكل مثل هذه الحالات، خاصة في الفترة الحالية اللي هي مع دخول الحر أو مع انصراف الحر في شهر 10 تبدأ اللي هي الفروقات من بين اليابسة ومن بين البحر ومن بين سيفة البحر ومن بين عمق البحر، تكون الفروقات الحرارية عالية، فتكون فرصة تشكل هذه فهذه اللي هي التيارات البحرية عالية، وهذه سايورة أو التيار الساحب. طبعا الجهات المختصة تضع اللي هو تحذيرات في هذه المناطق، خاصة المناطق اللي هي تضاريس نوعا ما متوقع أن تكون سبب في تكون مثل هذه التيارات، لكن واردة أن تتكون في أي مكان من الساحل مثل ما ذكرنا عند التقاء التيارات البحرية. وأيضا التيارات البحرية لها خرائط يعرفها المختصون، وأيضا تحددها الجهات المعنية ويحطون تحذيرات ممنوع السباحة في هذه المناطق منطقة التقاء تيارات. الشيء اللي بقيت أضيفه بخصوص موضوع عدم ضرورة عدم مقاومة التيار الساحب، الأفضل خاصة اللي يعرفون السباحة يجرون معاه، بياخذهم على عمق تقريبا 200-300 متر، وبعدين إلى ما تنتهي قوته يأخذون الطرف الثاني ويرجعون للبحر. أمشي مع التيار، أمشي مع التيار، لا تقام تيار، خاصة أول 200-300 متر، وبعدين بتبدأ تخف قوته تقدر تاخذ الطرف الثاني، او انك انت تنحرف تدريجيا نحو اليمين ونحو اليسار، لا تواجه في العمق. نعم. فهي هذه اللي هي التوسعات عاده تكون في مثل هذه الحالات. نعم. جدا مهمه هذه المعلومه، ترى ان هي ما نقاوم، حتى في الحياه يقال لا تقاوم الاشياء اللي عكس التيار عشان لا تصعب المهمه، فنفس المعادله او العمليه تطبق في هذا التيار الساحب. دكتور ارجع لك، يعني احنا مع سعادتها قاعدين نتكلم نروح للماكسيموم.
للتيار أن سحبنا وكيف نحن نواجهها نقاومها ما نقاومها. أنا أرجع معك خطوة للوراء لأن ما نبى نوصل للغرق. وبالتالي هل من مخاطر أخرى محتملة قبل الوصول لموضوع التيار عند السباحة وجب التنويه عنها ووعي يعني في هذا الموضوع للمشاهد؟ طبعا يوجد مخاطر أخرى غير الغرق، ممكن بعض الحالات تسمى ما قبل الغرق أو الغرق الجاف، ممكن السباح أو الطفل يبلع كمية من الماء إن كان من المسبح أو من البحر. هاي المياه ممكن تكون ملوثة، ممكن تعمل أعراض هضمية أو إسهالات إقياءات، ممكن أحيانا الماء نفسه يعمل التهابات في الجلد بالعين إذا كان السباح أو الطفل بيفتح عينه داخل الماء البحر أو المسبح، وبشكل متكرر يؤدي إلى جفاف بالعين وبعض الأحيان تقرحات في القرنية العين. فيفضل استعمال الواقيات بهذه المناطق. بعض الحالات بيحدث لدى الأطفال مثل ما حكينا الإصابات الجلدية، التهابات الأذن، التهابات الأنف، ضربة الشمس والانهاك الحراري اللي بيحصل نتيجة الجفاف وقلة شرب السوائل. فكل هذول المشاكل تحصل ما لها علاقة بالغرق، بس بسبب السباحة بدون وعي أو بدون اتخاذ إجراءات الضرورية. درجاتها خطيرة دكتور؟ تتفاوت بحسب مناعة الجسم. في بعض الناس مناعتهم ضعيفة فبتكون إصابة شديدة، أو بتتفاوت حسب عدد مرات الحدوث والتكرر والعرضة. إذا كان بانتظام كل يوم بأوقات طويلة فدرجات الالتهاب طبعا والإصابات تكون أشد من غيرها. وأهل البحر يا دكتور عندهم مناعة أوريدي عن هذه الأعراض من النواخذة والصيادين واللي مهنتهم خلنا نقول صيد اللولو بعد، ولا شو رأيك سعادتك؟ اليوم أهل البحر يصيرون بشكل يومي أو خلنا نقول بشكل دوري في الأسبوع 3 مرات 4 مرات ليحصلون رزقهم في البحر من لولو وأسماك وغيره، سواء من هالجميرة ولا من هالسلع ولا من هالبوظبي ولا المرفأ. تأثير هذه التيارات عليهم أكيد هم دارسينها وعارفينها، لكن أشوف اليوم شبابنا كلهم ما شاء الله في البحر. بخصوص أهل البحر طبعا فرق كبير قبل 50 سنة والحين صحيح. الحين تحصلهم يصيرون في طرادات مكيفة ومظللة وصيد اللولو تقريبا الحين صيد اللولو تقريبا هواية أو هواية هي أكثر من أنه أكثر من أنه سعي للرزق وإجبار صحيح. فالتيار الساحب هذا عادة يكون في السيفة، لكن في ما يقابل تيار الساحب أيضا منطقة التقاء تيارات مائيه وتيارات بحريه وايضا اللي هي التضاريس داخل البحر تكون يعني تكون متفاوته بشكل حاد تسبب الدوامات البحريه كان نسمع بها. هاي تكون على بعد اقل يعني كيلوين او ابعد من الساحل، تكون دوامات بحريه. هاي الدوامات البحريه بنفس الطريقه بعد لا تقاومها، لكن هاي اخطر من تيار الساحب على ان ساعات تسحب الاشخاص الى الاسفل. فمفروض انه اللي يدخل البحر يكون يعرف هالامور ويعرف حتى مناطق تكون الدوامات البحريه، مثل ما اهل السباحه المفروض انه يعرفون وين مكان تكون اللي هي تيار الساحب. الجزء اللي بغيت أنوه عليه في هذه الأجواء الحارة خاصة شهر 6 و7 و8 نسمع أحياناً ضربات شمس تصير للسباحين خاصة اللي يسبحون الساعة 12 و1 الظهر، صح هم في الماي وصح أنه الماي يساعد على التبريد، لكن أحياناً تصيبهم بعد ضربات الشمس في بعض الأحيان خاصة في فترات الظهيرة. هاي ضربات الشمس أحياناً تشل أو تعيق من مقدرتهم حتى عن السباحة، فهي أيضاً تشكل خطورة، وسمعنا في حوادث مثل هالحوادث لحالات مرت نعم علينا. فالبحر مثل ما ذكرت أهل البحر المفروض أن يعرفون مناطق التيارات البحرية، منطقة الدوامات البحرية، لكن هم في جميع الأحوال مش مثل الأجداد اللي قبل 50 سنة، أبائنا وأجدادنا من 50 سنة أو أكثر. بالفعل فرق شاسع ما بين 50 سنة والحين. الحين يطلع هذا التيار على الرادار والجهات المختصة تنوه. الحين من يطلع من البحر إلى ما من يطلع من البحر إلى ما يرد على الأجهزة. على الأجهزة. هي نعم. أو إذا تعطلت الأجهزة ساعات تصير لهم مشكلة كبيرة. لو لي ما تبعوا الأجهزة تبعوا يعني ملامح طبيعية كانوا يعرفون يسيرون ويردون حتى يعرفون متى بتوصل العاصفة من حركة الماء من اضطراب بالفعل. البحر. يوم يشوفون الماء بطريقة معينة يقولون لا في عاصفة جاية الحين بالرغم أنها مش موجودة. صحيح. إذن تعقيبا على كلامك سعادتك موضوع ارتفاع درجة الحرارة، يعني أضيف أن بعد مع وجود وتواجد الآن العاصفة الشمسية ف
فرح ترفع من درجة الحرارة، فكل شيء تكلمنا عنه رح يكون ضعف عن اللي متعودين عليه. أعود لك دكتور مرة أخرى، تكلمنا عن المشكلات وعن العوارض والأشياء السلبية اللي ممكن تحدث، خلينا نتكلم عن الوقاية منها لأن ما نبغاها تحدث، فكيف نقي أنفسنا؟ والحين جو الصيف وحر، يعني نبغى ناخذ أطفالنا نعلمهم سباحة مثلا كرياضة كهواية كتغيير جو، كيف الوقاية لكي لا نصل للمشكلات الجلدية أو العين أو الجفاف وإلى آخره؟ طبعا في أساليب الوقاية بشكل مختلف لكل أنواع السباحات بالمسابح أو بالبحر. نعم. أولا عدم ترك الأطفال دون 7 سنين بدون مراقبة أو شخص كبير قادر لعملية الإنقاذ بأي شكل من الأشكال بالمسبح أو بالبحر. تمام. استعمال واقي الشمس لتخفيف من درجة الإصابة بضربة الشمس مثل ما تفضل الساعات الدكتور، وإضافة لشرب السوائل بشكل كافي مشان ما يصير في جفاف. عدم السباحة بأماكن عميقة جدا أكثر من العمق اللازم أو اللي بيقدر الطفل يتحمل أو يوصل أو يقف فيه. تدريب الأطفال على السباحة بشكل مبكر بإشراف متخصصين قبل ما يمارسوا الرياضة في البحر. وأهم شيء عدم السماح للأطفال بالسباحة على معدة فاضية أو معدة مليئة بطعام دسم. يعني السباحة على معدة فاضية تؤدي إلى الإرهاق والتعب بشكل سريع، والسباحة على معدة مليئة بطعام دسم أو وجبة دسمة كمان تؤدي إلى إرهاق سريع بالعضلات. نعم. في وجبات معينة من الخضار ومن الكربوهيدرات والسكريات والموز والفواكه ممكن تعطي طاقة والسكر ودفع لأنه الطفل والسباح يقدر يمارس الرياضة، ولكن الطعام الدسم والثقيل على المعدة ممكن يؤدي إلى تعب وإرهاق سريع. بالإضافة عدم السباحة لفترات طويلة والتأكد من نظافة المياه وجود المنقذين، كل هدول الأشياء ممكن تساعد على الوقاية من الإصابة. تعليقين، الأول هذه نصيحة حتى للكبار، موضوع طبعاً. الأكل طبعاً. إن لا معدة فاضية ولا ممتلئة. الشغلة الثانية، وبالتالي تنصح شو أفضل وقت للسباحة؟ طبعا أفضل إذا كساعات السباحة محددة قبل ما تبدأ الأشعة الفوق البنفسجية بالتركيز، فقبل الساعة 10 صباحا. تمام. أما بعد 10 لحد الساعة 3 أو 4 بيكون تركيز الأشعة والشمس عالي جدا، وبالتالي الحروق الشمسية وضربات الشمس أكثر. يعني من الصبح لين الساعة 10 ومن الساعة 4 لين الساعة 7 مثلا. تمام. لين المغرب كذي. تمام. أنا أعرف ناس من الساعة 7 الصبح لين الساعة 7. أنا كنت شذي على فكرة. صح دكتور. نعم. سعادتك نعود لكم بسؤال، خلينا نقول بعيدا عن الظواهر الفلكية نروح لي الظواهر البحرية، ولكن عندي سؤال يخطر في بالي، ما هو تأثير ارتفاع درجات الحرارة على خلينا نقول على البحر، وهل هناك مثلا ظواهر بحرية تقدر تذكرها لنا بحيث أن المشاهد اليوم يقدر يأخذ الحذر منها أيضا؟ طبعا الظواهر اللي هي ارتفاع درجات الحراره مثل ما ذكرنا في الاساس، التيارات البحريه تنشا من فروقات درجات الحراره. هذه واحده هي. نعم. فروقات درجات الحراره وفروقات ايضا الملوحه، تركيز الملوحه. نعم. فمنها تنشا التيارات البحريه، كل ما كانت الفروقات عاليه كل ما كانت التيارات يعني اقوى. هذه ظاهره. هي مصدر معظم الظواهر. احنا تكلمنا عن اللي هي التيار ساحب، تكلمنا عن التيارات البحريه هذه اللي هي الأساسية، وتكلمنا أيضا عن التيارات البحرية بصورة عامة. التيارات البحرية إحنا هنا في الخليج العربي، التيارات البحرية بصفة عامة تدخل من الخليج العربي بمحاذاة سواحل الشمالية اللي هي بمحاذاة إيران، وتنزل على الكويت وترجع على الإحساء وشرق السعودية وتنزل على الإمارات وتطلع برا. فهذا هو شكل التيار البحري أو حركة التيار البحري بصورة طبيعية في دولة الإمارات. نعم. التيار الرئيسي. فيعني حتى يعني لو رميت شيء في الضفة الثانية من الخليج ممكن عقب شهر وصلت رجعت لك هنا في السواحل الإمارات. نعم. الشيء الثاني الأمواج. الأمواج أمواج البحر هذه تعتمد على قوة رياح، كل ما كانت رياح شديدة وقوية كل ما ارتفعت أمواج البحر. هذه ارتفاع أمواج البحر طبعا تشكل بعد خطورة على مرتادي السواحل البحرية، وتشكل إذا خطورة حتى على أهل الطرادات والسفن وغيرها. يعني ما أعتقد واضحة بخطورة الأمواج البحرية إنها ممكن تؤدي إلى قلب حتى السفن والطرادات.
السواحل اللي هي خاصة اللي هي اللي حاليا تم معالجتها أو تم ردمها، سمعنا بحالات اللي هي بخصوص أن طوس القدم في الرمال اللي هي نوعا ما تكون رخوة نعم، فهنا تعلق ريول بعض الناس في هذه السواحل تسبب خطورة بعد مثل هذه الظواهر. الحجارة أيضا الموضوعة على السواحل احيانا تسبب ايضا يعني تتعلق فيها الريل نفسه والقدم، ايضا تسبب خطوره عاليه بالنسبه لجميع فئات من الاطفال الى الكبار الى السباحين. صحيح. من سنتين سمعنا فعلا بحادثه شخص اختفى فجاه، يدورونه فوق العشر ساعات اخر شيء حصلوا مع انه سباح، فعلا ريل كانت عالقه في الحجاره، في ما اتكلم عن العمق، اتكلم في السيفه، لكن نوعا ما في تحت يعني مستواها تسمح بانه يغرق وغرق. سعادتك ذكرت شيء وايد مهم، انه مع انه سباح وعلق في مثل هذه الحجاره اللي هي تحت الشاطئ ممكن السباح ما يشوفها، فايش كثر اليوم نحتاج ان ننبه وننوه حتى امهر السباحين انهم ياخذون الحيطه والحذر من هذه الظواهر، سواء كانت تيار الساحب ام الظواهر الاخرى. هي اكيد لا تقرب البحر في منطقه انت ما تعرفها. نعم. سواء من ناحيه تيار ساحب، ممكن الدوامات البحريه تكون في عمق البحر، لكن على سيفه البحر او على الساحل التيارات البحريه عفوا الدوامات التيار الساحب عفوا اللي هي الرمال الرخوه الحجاره هاي تسبب خطوره فيها. هاي لا تدخل مكان انت ما تعرفه، اذا ما تعرفه اسال. هناك الحين معظم الشواطئ اللي هي مخصصه للسباحه فيها مرشدين. صحيح. ومراقبين، فاسالهم، واعتقد في لوحات توضح، في خط ساخن على اللوحات. نعم. توضح المناطق الصالحه للسباحه، وخاصه الحين مع الاجواء الحاره الناس كثير يتوجهون للبحر، وفي شواطئ مخصصه. نعم. احد منهم يقول لا انا ابغي بعيد عن الناس، يعني اخذ خصوصيه معينه، فهذه فيها خطورة إذا أنت ما كنت عارف المكان اللي بتسبح فيه. صحيح. اسمح لي دكتور قبل ما أرجع لك، سعادتك عندي سؤال، يعني نحن قاعد نتكلم عن البشر وكيف نحمي أنفسنا من موضوع تيار الساحب والظواهر البحرية، بس بالأخير نحن دخلاء على هذه البيئة، نحن بيئتنا اليابس والأرض، وهذه بيئة لثروة الحيوانية أو البحرية أكثر، وبالتالي هذه الظواهر تضر الأسماك، تضر الثروة البحرية. أشوفك تبتسم، ليش؟ نحن ما بدخل على البحر، نحن أعماقنا مرتبطة بالبحر، وصلنا آبائنا وأجدادنا وصلوا سواحل شرق أفريقيا في البحار، ووصلوا أيضا سواحل الهند وسريلانكا في البحار. نعم. ابن ماجد كان من المنطقة وكان بحار في القرن الخامس عشر. نعم. كان بحار وملاح عالمي وله ثروة معرفية كبيرة. تفضل يعني، بس هي هالمقاطعة. أي أنا أقصد بدخلاء أن نحن نعيش على الأرض على اليابس، نرتاد البحر، نسبح لوقت قليل بس نعود لأصل أو للمكان اللي نقدر نسيطر فيه ككائن بشري، وهو المشي على الأرض. فكان السؤال، هذه الظواهر البحرية تؤثر على الأسماك وعلى الثروة السمكية والحيوانية البحرية؟ طبعا بالتاكيد، يعني تؤثر لك لدرجه الخطوره. تمام. التيارات البحريه ايضا تتحرك معها الاسماك، لكن مثل ما ذكرت ما بالشده، وخاصه في الاسماك اللي هي الصغيره تتحرك بسهوله مع التيارات البحريه. الاسماك مثل اسماك القرش واللي هي الشنعد والقباب، هاي الاسماك الكبيره التيارات الخفيفه ما تاثر فيها. ما تاثر. هي نعم. تمام. لكن ان هي بالعكس بعض اللي هي الحيوانات تحب المناطق الخاليه من التيارات البحريه، مثل اللي هي كان تعرفون بقره البحر، هاي من الحيوانات النادره واللي موجوده فقط في السواحل غرب اقصى غرب ابو ظبي، بين ابو ظبي وقطر. تمام. هي هاي من الحيوانات النادره في الخليج العربي. سلع. وايضا متواجده اللي في محميات عند استراليا، فهاي تحب المناطق الخاليه من التيارات البحريه. جميل. دكتور بالختام نرجع لك ونبغى نتكلم، اذا عندك حالات تخطر على بالك سريعه، يتك حالات غرق، ان كان فات الاوان او ان كان ان قدرت يعني قدرتوا انكم انتم تساعدون هذا الشخص، وكذلك الاستجابه لحالات الطوارئ، كيف نقدر نحن نوعي ابنائنا في حال صار ما صار وهم في المي شو يتصرفون؟ طبعا ما بيخلى الامر من حالات غرق، لانه سنويا تقريبا في حوالي 365 ألف او بمعدل 1000 وفاه بالغرق يوميا بالعالم،
معظمهم من الأطفال تحت عمر 7 سنين والذكور أكثر من الإناث كمان. فالموضوع وارد جدا وبيجينا حالات ممكن بعض الأحيان نلحق أن نعالج حالة. المصاب وننعشه. للتنويه أنه مثل ما تفضل سعادة المستشار أنه حتى لو كان سباح ماهر ممكن يحصل معاه مشكلة ويغرق، فما بالك بالأطفال. حتى لو كان الطفل بيقدر يسبح، الأفضل يكون في معاه حدا لأنه مش قادر يطلب المساعدة إذا كان تعرض لأي مشكلة. ومرات بيحصل الغرق نتيجة الخوف بيؤدي لإغلاق مجرى التنفس. مش شرط أنه كيف نقدر نتعامل مع هذه الحالات دكتور؟ التعامل مع الحالات بشكل عام يجب أنه سحب الطفل أو الغريق من الماء فورا، وضعه على سطح صلب بشكل ممدد. نعم. إذا كان بماء البحر أو المسبح المفروض أنه يفتح طريق الهواء ويتم إزالة أي جسم أجنبي أو عوالق طحالب من البحر، أي شيء ممكن يكون سبب بانسداد مجرى التنفس، والبدء بالإنعاش القلبي الرئوي بإعطاء التنفس من الفم للفم وملاحظة ارتفاع الصدر، معناها النفس مجدي. نعم. وبعدين يتم إذا كان ما في قلب يتم إجراء عمليات تمسيد القلب والإنعاش القلب الرئوي لحد ما يجي فريق الإسعاف المتخصص. إن شاء الله نحن نقدر نتخلص من الحالات هذه قبل إن شاء الله لا يوصل الفريق، يعني ما نوصل هذه الحالات. كل الشكر لكم ضيوفنا الأعزاء، موضوع شيق ممتع وتثقيفي وتوعوي وتحذيري لمرتادي الشواطئ والبحار. كل الشكر. أخيرة بس أكيد لا تسير البحر بروحك. بروحي لا أنا ما لا يعني نتكلم نصيحة عامة، لا حد يسير مفرد البحر. إذا ما عندي حد يسير أي شيء يعني لابد أن يكون في شخص موجود منقل. يقدر يصرف وإذا ما في حد يتواصل مع اللي هي الجهات المعنية، وإذا فعلا ما في حد بس يربح إذا مضطر أنه يروح بروحه شي يسبح يعني شو الاضطرار ممكن يحتاج شوية هدوء خصوصية شخصيا أستمتع تتمشى عسيفة هي لكن تصير تسبح في البحر. إحنا تروح لا سعادتك لأن أسألك عن واقع، لأني شخصيا أستمتع أني أروح البحر بروحي فعلا بعد الحذر واجب. أوكي تمام خلص مرة الجاية ورسل بروحي. سعادة إبراهيم جروان رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارة للفلك، الشكر لتواجدك معنا في مساء الإمارات ولمعلوماتك اللي أثريتها علينا، شكرا لك. والدكتور يوسف عبود رئيس قسم الطوارئ، شكرا جزيلا لتواجدك معنا ولمساعدتك في حماية وعلاج أبنائنا من الغرق. يعطيك العافية دكتور. شكرا جزيلا. كل الشكر والتقدير لكم. شكرا جزيلا.